أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز ما ورد في مواقع الأخبار والصحف العربية الصادرة اليوم، ولكن البداية بالعناوين. موقع إخباري يسرد قصة أستاذ جامعي من قاعات المحاضرات إلى ورش صيانة وبيع الساعات. موقع المشاهد نت يقول 3000 أخصائي أجنبي في جميع التخصصات الطبية غادروا اليمن. وفي الأخبار الأكثر قراءة، طفل ينقذ والدته من الموت باستخدام المساعد الصوتي في الآيفون. أهلا بكم. تواصل المواقع الإخبارية تتبع الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصل إليه أساتذة الجامعة بعد أن توقفت رواتبهم وأوقفت الميليشيا كل مستحقاتهم، حيث قالت مصادر خاصة لموقع الصحوة نت: أستاذ جامعي يعمل بإحدى كليات جامعة إب انتقل مؤخرا للعمل في إصلاح وبيع الساعات في سوق محلي بمديرية الظهار، وهو ما يعكس الوضع الاقتصادي المنهار والذي جاء بفعل الانقلاب على مؤسسات الدولة. المصادر قالت بأن الأوضاع الاقتصادية أجبرت الأستاذ الجامعي للعمل في إصلاح وبيع الساعات حتى يرفع عن أسرته وأولاده تداعيات الأوضاع التي يعيشها بعد أن وصل مع غيره من الأكاديميين لقناعة بأن المرتبات لن تصل إليهم أبدا. يتابع الموقع أن عددا من طلاب جامعة إب وعددا من أبناء المحافظة تفاجأوا عندما شاهدوا أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يعمل في بسطة متواضعة لإصلاح الساعات. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: الإنقلابيون يبدأون حملة جباية للأموال تحت يافطة إحياء الذكرى الثانية للعدوان. قال الموقع إن جماعة الحوثيين وحزب صالح أجبرت الشركات العامة والخاصة على دفع مبالغ كبيرة لدعم المظاهرات في الذكرى الثانية لتدخل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن. ويستند الموقع إلى مذكرة رسمية من رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ التابعة للميليشيا في صنعاء، فيها توجيهات من عبد العزيز بن حبتور إلى مؤسسة موانئ البحر الأحمر بصرف 15 مليون ريال. ويقول مسؤولون في المؤسسات الحكومية الإرادية إن السلطات الانقلابية تفرض عليها مبالغ كبيرة من أجل تمويل تلك المظاهرات التي تكون في الأغلب لمدة ساعتين. من يحاكم من؟ تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقاله المنشور في موقع الموقع بوست عن المحاكمة الهزلية التي أقامتها الميليشيا في صنعاء. وقال جميح: محكمة الحوثيين في صنعاء تحكم على الرئيس هادي وستة من كبار معاونيه بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، ثلاثة من الستة من الجنوب وثلاثة من الشمال، كي لا يشعر الجنوبيون بالظلم. والسؤال هو: هل سيذهب الحوثيون غدا للتفاوض مع وفد المحكوم عليهم بالإعدام؟ هل هذا السلوك الصبياني يدل على رغبة في إحلال السلام؟ هذه ورطة استراتيجية، إذا فاوضوا فسيفاوضون وفدا محكوما عليه بالإعدام، وإذا رفضوا فسيرفضون دعوات السلام. الغرض من الحكم لفت الأنظار لا أكثر، لأنهم يعرفون أنهم لن يقدروا على تنفيذه. هذا حكم كاذب، يريدون أن يوهموا الأتباع بأنهم سلطة دولة، دولة ذات قضاء مستقل، يحاكم بتهمة الإرهاب ثم يفرج عن الإرهابيين بمبلغ 10,000 دولار. حكم هزلي، أرنب جديد يخرجه المهرج من تحت قبعته لتسلية الجمهور ليفرغ جيوبه المنهكة مما تبقى فيها. فرقعة إعلامية لا تختلف أبدا عن فرقعة حجار الزينة والخيارات الاستراتيجية والطائرة راصد بدون طيار والولاعة المقدسة. اضحكوا مع مسرح العبث الهزلي هذا، أنتم أطفال صغار ومراهقون سياسيون، سيتجاوزكم الزمن ويتجاوز حكمكم وأحكامكم وعقلياتكم الخارجة من الكتب الصفراء والملازم المسودة. أنتم لم تحكموا على هادي بالإعدام بل على أنفسكم أيها الأشقياء.
قال موقع الوحدوي نت أن صنعاء تشهد حالة فوضى وغياب كامل لسلطات الدولة بعد فشل الانقلابيين عن إدارة الشأن العام ودون اكتراث لتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين. أضاف الموقع أن سلطات الانقلاب بصنعاء امتنعت عن صرف مرتبات الموظفين للشهر السادس على التوالي في ظل نهب جائر لموارد الدولة، الأمر الذي فاقم من معدلات البطالة والفقر وتردي كبير في الوضع الإنساني والمعيشي. قال الموقع إن من مظاهر التدهور في صنعاء تكدس أكوام القمامة في الشوارع والأحياء بصورة كبيرة بعد إضراب عمال النظافة عن العمل منذ أيام جراء توقف مرتباتهم. يقول موقع المشاهد نت في تقرير خاص بالوضع الصحي في صنعاء أن 3000 أخصائي وفني أجنبي في جميع التخصصات الطبية غادروا اليمن بسبب الحرب. أعلن عبد الحكيم الكحلاني ناطق وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء عن انتهاء المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية واختفاء الكثير منها من الأسواق، وأن 54 صنفا من الأدوية من أدوية السرطان قد اختفت من الأسواق وأصبح الموت نتيجة حتمية. وعن الكادر الصحي المحلي قال الكحلاني أن 40% من الكادر المحلي اضطر إلى النزوح من المناطق التي يعمل بها، وخاصة في مناطق صنعاء وعدن وتعز وصعدة ومارب. يواصل موقع الاشتراكي نت نشر مذكرات معتقل سياسي في سجون الأمن الوطني بتعز أثناء حكم المخلوع صالح. وقد كتب المذكرات السياسي سعيد المخلافي، والذي يتخلص كما يبدو من حسرات وآلام بالغة الأثر لديه، ويقول المخلافي في إحدى المذكرات: في اليوم الأول لاعتقالي من قبل عملاء جهاز الأمن الوطني بتعز يوم الاثنين 29 من أغسطس عام 1983، تم نقلي إلى قبو أرضي شبه مظلم بعد ضرب القيد بإحكام على أقدام النحيلة. بمجرد فتح باب القبو رأيت أشخاصا شبه عرايا وهم شاخصون إلى البوابة لمعرفة من يكون القادم الجديد، وكأنهم يتابعون مسلسلا تلفزيونيا. وحينها انتابني شعور بالفزع الشديد عن كيفية التعايش مع المجانين في هذا القبو وليس في اليد حيلة. دفعني السجان إلى الداخل بقوة وقام بإغلاق الباب بسرعة وهو يقول: ضم مع أصحابك. اقترب مني أحد الأشخاص منحنيا لطول قامته وانخفاض سقف القبو، وكان شبه عار إلا من سروال قصير، وهمس لي برفق: لا تخف يا رفيق. وبدأ للصوت لأول مرة مألوفا، ومن خلال الضوء الخافت الذي يتسرب من فتحة صغيرة في جدار القبو الخارجي تبينت وجهه، فإذا به الرفيق الطفشال والذي قام بتجهيز مكان لي بجواره وجوار رفيق آخر كان يكبرنا في السن. ليلتها لم أدق النوم حتى الصباح، فقد شعرت بضيق شديد في التنفس، وظل نظري طوال الليل مصوبا إلى فتحة الضوء الصغيرة في جدار القبو. إلى موقع عدن العاصمة، والذي عنون في صفحته الرئيسية: مئات النازحين بسبب الحرب يتدفقون إلى مديرية دار سعد. ويقول الموقع إن مديرية دار سعد بالعاصمة عدن تشهد تدفق المئات من النازحين الذين فروا من مناطقهم بسبب الحرب، وتستقبل المديرية بصورة يومية أعدادا كبيرة من الأسر التي أجبرتها ظروف الحرب الدائرة في محافظات الحديدة وتعز والبيضاء على النزوح. مدير عام المديرية محمد عبد الكريم جباري قال إن أسر النازحين تعيش ظروفا مأساوية تستدعي تدخل المنظمات الإنسانية الدولية من أجل المساهمة في التخفيف من معاناتها وتقديم الدعم العاجل واللازم لها.
وطالب جباري من منظمات حقوق الإنسان النزول إلى أماكن تجمعات النازحين للاطلاع على أوضاعهم المأساوية وحقوقهم المنتهكة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الذي عمد إلى قصف منازلهم وتعريض حياتهم للخطر وإجبارهم على النزوح. قال موقع يمن مونيتور إن عدد الحقول الزراعية للدخن في سقطرى يبلغ 219 حقلا زراعيا في 26 قرية لعدد 310 أسرة مستفيدة بطريقة مباشرة من مخرجات المشاريع و612 أسرة مستفيدة بطريقة غير مباشرة من خلال تنفيذ المشاريع. وأضاف الموقع أن نقل تفاصيل زيارة نائب مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة سقطرى ومنسق برنامج الحفاظ والاستخدام المستدام للتنوع الحيوي إلى حقول الدخن أن المشروع يعمل على إشراك المرأة بنسبة 30% في العمل والإشراف من خلال لجنة محلية في إطار كل قرية لتشجيع المرأة على العمل في إكسابها الخبرة في كيفية تنفيذ المشاريع التنموية. قال الموقع إن مشروع حقول الدخن في منطقة مومي يتم تمويله من برنامج تابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العرب الجديد عنونت بالشأن اليمني: اليمن يطلب استئناف إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الميتمي كشف وبحسب الصحيفة أن بلاده طلبت دعم منظمة التجارة العالمية لاستكمال إجراءات الانضمام إلى المنظمة، فيما انتقد عاملون في القطاع الخاص اليمني هذه الخطوة لعدم جاهزية القطاع التجاري الخاص في اليمن في ظل الظروف الحالية. وقال الميتمي إن الحكومة اليمنية تسعى حاليا لإعادة بناء ما دمرته الحرب للعودة للمسار الصحيح لتنفيذ خطوات مرحلة ما بعد الانضمام كما ينبغي، مشيرا إلى أهمية استمرار الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة لليمن بهدف بناء القدرات التي ستعمل على تسهيل تنفيذ الالتزامات ضمن إطار زمني مناسب. لكن مصدرا رفيعا في القطاع الخاص اليمني انتقد قرار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في الوقت الحالي لعدم جاهزية القطاع التجاري لتلبية شروط الانضمام. صحيفة الخليج عنونت: مباحثات بين الحكومة اليمنية ومفوضية اللاجئين. حيث بحث وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح مع مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين لشؤون العمليات جورج أوبو تعزيز التعاون والتنسيق بين اليمن والمفوضية السامية للاجئين ومواجهة التحديات وتنفيذ البرامج والأنشطة الداعمة للإغاثة الإنسانية في اليمن. وجرت هذه المباحثات خلال اللقاء الذي عقده أمس بالعاصمة الكينية نيروبي على هامش أعمال المؤتمر الدولي للاجئين. كما تمت مناقشة موضوع اللاجئين الصوماليين في اليمن وسبل تقديم الدعم والحماية لهم عبر التنسيق والتعاون بين الحكومة اليمنية والمفوضية السامية للاجئين، خاصة في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها اليمن حاليا. وأكد فتح أن اليمن ينظر إلى الصوماليين الوافدين إليها كنازحين وليس لاجئين، ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن إلا أن الحكومة على استعداد للمزيد من التعاون والتنسيق لتوفير البيئة الآمنة والصالحة لهم. أما صحيفة الاتحاد فقالت إن ميليشيا الحوثي وصالح تواصل العبث بإيرادات ميناء الحديدة وتسخيرها لصالح أعمالها الخاصة وسط رفضها تسليم مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
مصدر في الميناء سرب وثيقة صادرة من حكومة الانقلابيين وجهت لمؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة من أجل صرف مبلغ 15 مليون ريال من إيرادات الميناء وتسخيرها لإقامة فعاليات خاصة بهم، مشيرا إلى أن الميناء يمر بأوضاع صعبة جراء سيطرة الميليشيا على هذا الشريان البحري المهم في اليمن. ويطالب مسؤولون في ميناء الحديدة بضرورة إنهاء العبث الذي تقوم به الميليشيات منذ أكثر من عامين واستنزاف إيرادات الميناء تحت مسميات مختلفة. تداعيات تصعيد الدعم الإيراني للحوثيين، تحت هذا العنوان كتب مارب الورد مقاله المنشور في صحيفة العرب القطرية، وقال في أجزاء من مقاله: في الشهر الماضي عقد الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس اجتماعا مع كبار مسؤولي الحرس الثوري بالعاصمة طهران لبحث الحرب في اليمن، واتفقوا على زيادة الدعم العسكري والمادي للحوثيين الذين يقاتلون لتحقيق أهداف الملالي ضمن مشروع الثورة الإسلامية. وتنقل وكالة رويترز التي نشرت مؤخرا تقريرا حصريا عن تكثيف إيران دعمها للحوثيين في الأشهر الأخيرة عن مسؤول إيراني كبير لم تسمه أن طهران تسعى لتمكين الحوثيين على غرار حزب الله لإشغال السعودية من البوابة الجنوبية، وتعتقد أن كسب الحرب سيساعد في تحديد ميزان القوى في الشرق الأوسط. وتصاعدت عمليات التهريب دون انقطاع منذ مارس من العام الماضي عندما توقفت عمليات الضبط الأمريكية في عهد إدارة أوباما، وشمل العتاد المهرب صواريخ باليستية بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى العمق بالسعودية بحسب مسؤول أمريكي. في الواقع الدعم الإيراني بالسلاح لم يتوقف منذ بدء الحرب، وقد أثبتت لجنة خبراء العقوبات التابعة لمجلس الأمن هذه الحقيقة في تقريرها النهائي للعام الماضي. ولكن الجديد هو الطائرات المسيرة من نوع أبابيل والتي أسقط الجيش الوطني والتحالف العربي ثلاثا منها في كل من شرق صنعاء والمخا غرب تعز ومأرب. وفي الأخبار الأكثر قراءة في الصحف العربية، عنونت صحيفة القدس العربي: طفل الأربع سنوات ينقذ والدته من الموت باستخدام المساعد الصوتي في الآيفون. تقول الصحيفة: في واقعة هي الأولى من نوعها تمكن طفل بريطاني ويدعى رومان من إنقاذ والدته عن طريق تطبيق المساعد الصوتي سيري، حيث تمكن رومان من فتح هاتف آيفون التابع لأمه والاتصال بخدمة الإنقاذ عبر الرقم 999 باستخدام سيري المثبت على هاتف والدته، وقال لأفراد الإنقاذ أن أمه أغمضت عينيها ولا تتنفس. وبعد 30 دقيقة من تلقي الاتصال وصلت فرقة الإنقاذ إلى العنوان في جنوب لندن الذي أخبر به الولد الصغير، ودخلت المنزل حيث عثرت على رومان وشقيقيه ووالدتهم التي كانت في حالة غيبوبة، وقدم أفراد الإنقاذ المساعدة الأولية لها واستفاقت. شبكة البي بي سي قالت بأن هناك تجربة غريبة تجرى في وكالة الفضاء الألمانية دي ال آر تهدف إلى توفير الطعام لرواد الفضاء الذين سيذهبون إلى المريخ في المستقبل. وفي الوقت الحالي تنقل جميع الأطعمة في محطة الفضاء الدولية على متن المركبات الفضائية المنطلقة من كوكب الأرض، لكن الاستثناء الوحيد هناك هو بضعة أوراق من الخس والملفوف نجح رواد الفضاء في إنباتها في محلول مائي معد للزراعة لديهم. وفي أواخر هذا العام ستطلق الوكالة الفضائية الألمانية رحلة يوكروبيس من خلال مركبة فضائية اسطوانية الشكل، عرضها متر واحد وتحوي نموذجين مصغرين من الدفيئات الزراعية. تضيف الشبكة: ستطلق المركبة على متن الصاروخ سبيس اكس فالكون 9 أو 9 وستدور في مدار حول الأرض حاملة بذور الطماطم ومستعمرات البكتيريا.
أستاذ الإدارة في جامعة كولومبيا وصاحب كتابي نهاية الفقر والثروة المشتركة جيفري ساكس كتب مقالا تحت عنوان نسخ ثلاث من ترامب، أعادت نشره صحيفة الغد وقال في جزء من المقال: لم يحدث في التاريخ الحديث من قبل أن اجتذب تغيير القيادة في أي دولة مثل هذا القدر من الاهتمام والتأمل الذي اجتذبه صعود دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة. وحتى يتسنى لنا فهم دلائل هذا التغيير وما ينذر به، ينبغي لنا أن نتوسط أولاً إلى حل خيوط ثلاثة أسرار غامضة، لأننا أمام ثلاث نسخ من ترامب. تتجسد النسخة الأولى من ترامب في صديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويشكل حماس ترامب للرئيس بوتين الجزء الأكثر تماسكاً وثباتاً في خطابه. وعلى الرغم من وجود نظرة عالمية تعتبر الولايات المتحدة ضحية لقوى أجنبية، فإن حماس ترامب لبوتين يتجلى ويبدو واضحا وضوح الشمس. اعتمادا على منظور الرأي، فإن ترامب إما أن يكون معجبا ساذجا بالرجال الأقوياء من أمثال بوتين، أو أداة تستخدمها الاستخبارات الروسية منذ أمد بعيد. وتتمثل النسخة الثانية من ترامب في رجل الأعمال الجشع، وفي الحقيقة يبدو ترامب عازماً على تحويل الرئاسة إلى مصدر آخر للثروة الشخصية. وفي نظر أغلبية من الناس تبدو الرئاسة مكافأة في حد ذاتها من دون تحصيل أي فائدة أخرى، فخلافاً لكل القواعد السابقة وفي انتهاك صارخ للمعايير التي وضعها مكتب الأخلاقية الحكومية، يحتفظ ترامب بإمبراطورية أعماله. أما ترامب الثالث فهو شعبوي غوغائي، والواقع أن ترامب معين لا ينضب من الأكاذيب، وهو يتجاهل التصحيحات الحتمية التي تقوم بها وسائل الإعلام عن طريق اتهامها بأنها أخبار ملفقة. ولأول مرة في تاريخ أمريكا الحديث يسعى الرئيس بكل عدوانية إلى شيطنة الصحافة وتشويه صورتها. مجموعة منتقات من أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحافة من أنحاء متفرقة حول العالم الأسبوع الماضي، نتابعها وقد وردت في شبكة البي بي سي. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله وحفظه.